أول شو لعم يزيد خارج الوطن، هذه المرة حط الرحال بمدينة مونتريال بكندا. هيا يا أطفال وهيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا. C'est un grand honneur que de partager ces beaux moments avec ce beau public. حبك أبدي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي، نقول فيها لا أقول لكم أف ولا أنهاركما، نعاملكم بلطف ونطيع أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. On ne peut pas faire une émission blé m'en dire fiha une chanson spécialement pour l'anniversaire. في حفل خاص بأطفال الجالية الجزائرية بحديقة جون درابو حصريا على شروق تي في، يأتيكم يوم الجمعة المقبل على الساعة 10:30 صباحا. كونوا في الموعد.